أنا أتذكر وأطالب. مشاهدين الكرام، نود أن نلفت انتباهكم إلى القائمة أو الخطة الخاصة التي تم اعتمادها من قبل العلاقات العامة والإعلام الأرمني فيما يخص ذكرى مرور 100 عام على الإبادة الأرمنية، والتي تمثلت بالرمز والشعار. عند اختيار الشعار الدال على ذكرى مرور 100 عام على الإبادة الأرمنية، تم الاتفاق على أنه يجب أن يدل على ماضي وحاضر ومستقبل الشعب الأرمني، حيث تم التوصل إلى رمز الزهرة بدلالة لن ننسى. وفي الواقع تم اختيار هذه الجملة كونها تحمل الوقع والمعنى ذاته في كافة اللغات، والتي تعني تذكر أو لا تنسى، باعتبارها المطلب الرئيس من هذه الرسالة الموجهة بمناسبة ذكرى مئوية الإبادة الأرمنية. أوراق الزهرة الخمس تدل على قارات العالم الخمس التي انتشر الأرمن فيها ووجدوا مأواهم بعدما تعرضوا له من مجازر، حيث تشكلت فيها مجموعة كبيرة من أرمن الشتات. واليوم يتواجد في كل هذه القارات شعوب استنكرت هذه المجازر وتبنت شعار أنا أتذكر وأطالب. الزهرة تتكون من 4 ألوان: البنفسجي، البنفسجي الفاتح، الأصفر، والأسود. كل منها تحمل معنى خاصا بها. اللون الأسود دال على المآسي التي تعرض لها الشعب الأرمني وذكرى الإبادة الجماعية، أي الماضي. اللون البنفسجي الفاتح يدل على المشاركة في نشر هذه الفكرة التوحيدية، أي الحاضر. أما اللون الرئيس للشعار فتم اختيار البنفسجي الغامق نظراً لاستخدامه على نطاق واسع في أثواب كهنة الكنيسة الرسولية الأرمنية، وبذلك يعتبر كلون أساسي دال على الروح والذات الأرمنية، أي المستقبل. اللون الأصفر يرمز للشمس كباعث للأمل والرغبة بالحياة، حيث نرى بمنتصف الزهرة دائرة مشكلة من 12 ركنا يرمز للنصب التذكاري للإبادة الأرمنية، تزيتزيرنا جابيرد، أي الخلود والأبدية. لقد قمنا بإعداد أشكال عديدة من التذكارات الدالة على الشعار، منها شارات الأزرار الدالة على ذكرى مئوية الإبادة الأرمنية، مصنوعة كميداليات أو من القماش أو من الورق المقوى. قمصان تحمل صور النصب التذكاري الأرمني والشعار الخاص لذكرى مئوية الإبادة الأرمنية، بالإضافة إلى أشرطة قماشية مصممة بألوان الشعار، حيث سيتم ابتداء من 22 من نيسان عام 2015 توزيع هذه الأشرطة على المشاركين في المسيرات والمظاهرات التي ستنفذ في 24 من نيسان في مختلف البلدان حول العالم، بحيث تكون سهلة الاستعمال والارتداء. إن هذه الشعارات والتذكارات ستوزع على نطاق واسع على كافة المشاركين في إحياء الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، بالإضافة إلى إصدار ملصقات تحوي على صورة النصب التذكاري للإبادة الأرمنية مع الشعار الخاص لذكرى مرور 100 عام على الإبادة الأرمنية بشكليها، أحدهما أبيض يستخدم على طول مدار السنة عاد 24 من نيسان، حيث سيستخدم اللون الأسود كدلالة على الحداد وكرمز خاص بهذا اليوم. لقد تم تصميم إعلانات طرقية بنسخ مختلفة لكافة الدول ومختلف اللغات، إلى جانب ذلك يتم إعداد مجسمات حيوية خاصة للعرض عبر الشاشات الطرقية، بالإضافة إلى إطلاق موقع www.genocide100.org والذي يمكن من خلاله
الاطلاع على كافة المعلومات بدقة عالية لتكون متوفرة لكافة المهتمين.